حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم علوم الأولين، وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وامثال شعبية وسباحين الأولين وحواديت الأولين. بس هما خلوكم حولنا وعينا منكم لا تغام، حواديت جمع حدوتة بس بلهجة أهلنا داخل أسوار جدة القديمة، والقصة الجاية قصة صارت داخل أسوار جدة القديمة. يقولكم هذا رجال اسمه سعيد وزوجته اسمها حليمة. سعيد هذا بخيل جدا جدا جدا، مستحيل يفك القرش، أو مثل ما يقولون ما يقول للميت اذقه، يعني لو واحد قدامه يبي يموت ويبي بس كاس موية ما أعطاه إياه، جعله يموت بس حلالي عندي لونه قرش. ويقول المثل البخيل من مات من فقره وعاش الناس بغنى، يعني سنين وهو يجمع ويكنزها وبعد ما يموت ياخذونها عقبه ويتمتعون وهو حارب نفسه طول عمره. خلونا نشوف وش صار مع سعيد وحليمة. هلا فيك يا سعيد، وش تبغى؟ والله يعني أنا قاصدك في خدمة يعني، وما أبغاك تكسفني. تفضل. ومنك سلف. يا سعيد أحمد ربك على الخير اللي عندك. يعني أنا لو عندي خير وعندي فلوس أجيك أنت أطلب منك سلف؟ أنت كذاب، الكل يعرف إنه عندك خير لكن أنت مخبي. أنت اللي كذاب، أنت اللي عندك الخير كله وما تبغاني أطلب منك سلف يا بخيل. يا دي ودي كمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش تقطع حبتين؟ حبة واحدة كفاية. الخير كثير والحمد لله يا سعيد. لا لا لا، انتوا نص ونص يكفينا. هو احنا نعرف شيء من خيرات ربي إلا الطماطم والرز؟ طب أقول لك شيء؟ قول. حتى النص كثير عليك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رجال يا بخيل. أوش ولا كلمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شفت كيف أسعار الغرفان ارتفعت مرة؟ ليش؟ يقولون السنة دي الشمس حارة، يعني قيمة العلف والمويه فوق. اي والله صادق. اوف لهالدرجه؟ انت شفت شيء؟ لسه. قل لي ابو عارف كيف حاله؟ والله يقولون صحته تعبانه هذه اليومين ومو لاقي شيء ياكله. الله يستر. الواحد اليومين لازم يمسك يده لانه ما انت عارف ايش راح يصير في الايام الجايه. حسبي الله عليك يا حليم، تعال اسمع الناس ايش بتقول، وانت اللي ما في الا تبدري. اللي ماخذ عقلك ايش بك؟ انت متى حتروح عند اهلي؟ ما راح اروح، وهذه المره انت اللي حتجيب اللحمه. لحمه ما في، ما عندي فلوس. روحي عند اهلك على الاقل توفري علي. يا اخي حرام عليك، ده احنا نسينا ريحتها وطعمها، انت كده دائما حتفضل بخيل؟ قصر الكلام، انا ما عندي فلوس ما اجيب خروف. تبغي بط؟ البط غالي وسعره منه فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربي يوريني فيك يوم يا سعيد. دعوة بدون حق ما تلحق. ما في احساس. يا حليمة. لا غني، سمع الجيران أحسن. نعم. سويتي الفطور؟ أطبخ يا جارية، كلف يا سيدي. لما تصير رجال زي الرجال وتلبي احتياجات بيتك ديك الساعة تعال قول لي فين الفطور. يا الله، دحين الردح هذا كله عشان ما جبت الخروف؟ إيوه. طيب يا ستي روح السوق واجيب الخروف. بس جيب خروف صاحي. يلا خير إن شاء الله. صدق المثل اللي قال أخلع ضرسه
ولا تخرج قرشه. سامعك يا لئيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك أشتري خروف، ألاقي شيء عندك يعني أشتريه؟ عندنا أفضل أنواع الخرفان، تفضل. لا 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 لا، ما أبغى أفضل أنواع، أبغى أسوأ نوع، أبغى واحد مكسح مكسر ما حد يبغاه. أها، أنت سعيد؟ محسوبك سعيد. عندي لك واحد ما حد يبغاه، تشتري؟ ببلاش؟ بـ20. قلبي قلبي. لا يا مفتري، ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حليم. تفطري تفطري وكلي بصلة إلا اللحم. صافي فلوس صافي. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا كلمة يا حجي. حسبي الله ونعم الوكيل. قلبي قلبي قلبي. عشرين يقول لك عشرين. إيش بك؟ ولا كلمة، أنت مين؟ أقول لك 20. لا حول ولا قوة إلا بالله. 20 إيش بركم؟ 5 3 2 1 بلاش. سعيد سمع عن سعر الخروف بـ20 وجاه بوط الضعيف، ما صدق. وش وصله الـ20؟ متى ارتفع سعره؟ هذا لأنك يا سعيد ما عمرك شريت خروف. وبالمناسبة طبعاً زمان في جدة كان الوضع مختلف مثلاً عن نجد. نجد صباح العيد وخص الفطر تلقاهم يأكلون جريش وأحياناً رز، لكن في جدة الموضوع مختلف، لازم يجيب لحم، يجيب خروف قبل العيد، حتى لو أنه مو بضحية، تلو أنه عيد الفطر، بحيث كثير من وجباتهم صبحية العيد والمعتادين عليها تكون من لحم، من ضمنها التقاطيع اللي تكون كبدة وكرشة وبعض الأمور تقطع وتشوح. وجبة ثانية اسمها منزلة، المنزلة هذه لذيذة جدا، أنا جربتها صراحة. وش كانت طريقتها؟ عبارة عن لحم مقطع ويسوى مثل المرق أو الإدام ويزيدون فيه الطماطم، وبعد ما يستوي يحطون عليه طحين، وبعدين يمسك وتاكله بالملعقة أو بالخبز. ثم ادعي لي. المراد أنه كان تواجد الخروف أو اللحم بشكل عام ضروري العيد الفطر، لكن سعيد ما يبي يدفع. الضعيف يوم درن الخروف بـ20 جاء هبوط، هذا وين بيشري له؟ والله ما تحلمين بالخروف يا حليمة. لكن حليمة كانت قشرة. طبعا سعيد ضاق صدره من سعر الخروف، وفي نفس الوقت خايف من امرته ومن ازعاجها، لأنها صليطة وما ينفع مع سعيد إلا واحد تن صليطة، ولا والله ان يموتون جوع. 20 صدعت. صدعت. صلي على النبي، صلي على النبي. الصلاة والسلام. أقعد هنا. الصلاة والسلام. آم قلبي قلبي قلبي. فين الخروف؟ لا تقولي خروف، لا أسمع اسمه، ماني مشتري. ليش؟ بشري خروف بشري قلبي قلبي خروف. طيب ما أنت عندك قد كذا على قلبك. اللهم لا حسد قلبي. قلبي أنا أطلع شم هوا، ماني قادر. طيب ودحين ايش حنسوي بسعر الخروف؟ لا جيبي لي سيرته، قلت لك ما حاشتري ولا حتى البط ما حاشتري، كله غالي غالي غالي. يا رجال انت ما تستحي على دمك؟ والله انت اللي ما تستحي على دمك، كيف تبغي يكون عندنا فلوس وانت قاعده تصرفيها؟ يعني تعترف عندك فلوس؟ ما انا مره فقير، انا مره. سعيد قوم بالادب والاحترام، روح اشتري الخروف لو سمحت. يديني مجال تتنفس واجيب لك هو. انت بتضحك علي؟ لا انا ما اضحك علي، انا بجيب لك هو. نشوف. السلام عليكم. هلا يا سعيد. أقول لك الخروف التعبان باقي موجود. قصدك اللي قلت لك بـ20؟ بالضبط. باقي تاخده؟ لا 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 لا، ما أبغى الخروف، أديني رجوله بس. رجول الخروف؟ أنا الأهل عندي في البيت يحبوا ياكلوا مقادم، بعدين أنت إيش لك أنت؟ أديني هو. أوكي تمام تمام. تفضلي.
أطبخيها، ضبطيها، رستكيها. إيش هذا يا سعيد؟ مقادم؟ إيه مقادم. هذه آخرتها يا رجال يا ناقص، مقادم. أنت إيش فاهمك؟ المقادم هذه فيها عافية بعد الله، يخليك في الطبخ وخلاص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حروح الحارة مشوار سريع، أطبخيها لا تاكليها زي ما هي، ها أرجع لقيها زي ما هي. العوض ولا القطيع يا حليمة، المقادم ولا أنك تقعدين على لا شيء. وش تسوي؟ حظها السيء طيحها في سعد. يا فندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت شكلك كده غريب عن الحارة. الله يسلمك، أبغى بيت حمزة، تعرف وين؟ حمزة؟ الله يرحمه، مات من قبل كم شهر، إيش تبغى أبوه؟ أبغاه بموضوع، يا ليت تدلني. أبشر يا سيدي، خدامك، تمشي من الحارة، أول ما تشوف الدكة، تاني باب على يدك اليمين. شكراً ما قصرت. عفو. حمزة الله يرحمه يكون ماتوا على يدين. هو عشان لا تقولي قصرت معاك في شيء، جبت لك وليمة فاخرة ريحة أبو علي ولا عدم، وهي مقادم ترد لك العافية. أنا ماني عارفة إلى متى أنت حتفضل بخيل. بنت الناس أنا مو بخيل، أنا ما عندي فلوس، وهم يقولوا لك على الحديدة، أنا حتى الحديدة دي ما عندي. كل كل وبعدين نتفاهم، كل كل بسم الله. تفضل. بسم الله. سعيد تغدى وعين من الله خير وشرب الشاهي، ثم طلع المركاز الحارة وجلس على الكراويتة. طبعا زمان المركاز يقصد به مثلا زي الديوانية، الجلسة كاملة والمكان يسمى مركاز، والكرسي لحاله يسمى كراويتة، من خشب ومن خوص. المراد سعيد جلس وكان معه في نفس الجلسة رجالين من الحارة يسولفون، ولو والله لفت نظره سالفته. إيش صار؟ أرملة حمزة الله يرحمه انخطبت اليوم. ما شاء الله، كيف عرفت؟ الحرمة قالت لي جاها عريس من برا جدة. طيب وين المشكلة؟ حرمة وانخطبت. أنت تدري إنه حمزة مات وحرمة حصلت صندوق قروش مخبيها عنها؟ أيوة، وطول ذا الوقت كان عايش بخيل على نفسه، حتى ثوبه ما كان يغيره. حمزة لما مات أهل الحارة تبرعوا بدفنته، الحين لما مات إيش استفاد؟ أخذها معاه القبر؟ المشكلة مو هنا، المشكلة لا هو استفاد ولا شيء، وجاء من اللي يستفيد منها. إيش فيك يا سعيد؟ معك كملوا. مشكلة البخل. الله المستعان. البخل شيء مو كويس. إيه يا سعيد، الأمور تغيرت وما فيها أحد يبي يبتل. السالفة هذه خلته يوسوس، خلته يفكر بالموت. استغفر الله، مو بخوف من الموت، إلا غبنة على دراهمه اللي قاعد يجمعها. قاعد يتخيل أن امرته تبي تعرس وبيضفون الدراهم وبس، وهو تحت القبر وهم يكحكون في بيته. ولي الله أنها يمك، لا ليله ليل ولا نهاره نهار. البخيل مات. البخيل مات، ودحين جاء الوقت نتهنى بفلوسه.
قصة حمزة صارت مثل الكف في وجه سعيد، تحس كأنها صحته من غفلته من هالبخل اللي هو فيه. قال بس بعد هالعمر كله وأنا مقعطن على عمري وباخلن على هلي وعيالي ومحسرن بعمري، أموت يجي واحد غيري ياخذ كلش، وهو اللي يمر السوق وما يبقى قطعة في السوق، لا من أكل ولا من ملابس إلا وهو يشتريها وياخذ هالبيته لعله يلحق يوسع صدره قبل لا يموت. شكله البخيل طلع له منجم في البيت. وهذه اللحمة إيش هذا كله؟ هذا خير من الله، أقول لك ما تركت شيء إلا جبته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حس بدوخة أنا. يا بنت حلال صلي على النبي، صلي على النبي. أسمعي أنت، روحي المطبخ سوي لنا الفطور وغدا وعشاء كله مرة واحدة. ماني قادرة، ماني قادرة، أنا حاسة الدنيا كلها بتدور بيا. من الفرحة، من الفرحة. شوفي من فين شفت هذا كله؟ لقيت كنز. شوفي أقول لك، إلين بدنجان أول مرة يخش البيت. حليمة. أنا وأنتو مو حليمة، كلنا نحتري سعيد يموت وحليمة تنف رجلها عقب هالتضحيات، لكن في النهاية هي اللي ماتت وسعيد يبقى شامخا ببخله. طبعا سعيد عقب العزاء طبيعي بيحزن، يظل يعني حتى لو انه بخيل عنده مشاعر، فحزن على زوجته. يوم جذاك اليوم ولينها متمددا في البيت، قال تدري خلني ابدا اضف اغراضها المرحومه، فيها من ريحه المرحومه. يوم قام يضف ويشيل ويحط، ويلا والله تطيح يده على هاك الصندوق. يوم فكه، ويلا والله الذهب والدراهم والكنز، وهذا هو فعلا الكنز. اثاري حتى حليمه بخيله وارثت من اهلها وما تدفع شيء، فعلى قولتهم تلم المتعوس على خايب الرقم. حليمه ليش ماتت؟ وليش انقطع قلبها وارتاعت؟ يوم جاها سعيد وقال لقيت الكنز، هي من صدمت من الفرحة، وش جا في بالها؟ انه لقى دراهمها وانفضحت، ولهالسبب انصفقت على وجهها وطاحت مغمى عليها وهي الطيحة. طبعا سعيد هنا انبسط، الدراهم اللي هو جامعها ودراهم حليمة، وخذها كلها وراح عرس مرة ثانية. سبق وتناولنا موضوع البخل، وسبق وقلنا أن البخيل في النهاية يا يتوفى ويرثونه، يا يتغير، يا يجي شيء، يا يتروح دراهمه، لكن أول مرة البخيل هو اللي ينتصر. في النهاية هذا رزق ربي، ما نقدر نقول شيء حولنا إلا ما يكون في ناس بخلاء، سواء في دوامك، سواء في منطقتك، سواء في صداقاتك، في إنسان بخيل تشوفه ما شاء الله تبارك الله أمورهم تيسره وهو مستحيل يدفع حتى لا جل عشاء ولا كافي ولا في أي محل، حاول يتجنب وما تقدر تسلف منه لو ريال، لكن أمورهم تيسره وما مات والله يعطيه طولة العمر. في النهاية البخيل يموت بفقرة ويعيش الناس بغنى. ماتت حليمة وعايش سعيد بدراهمها وأعرس بدراهمها. في النهاية عش حياتك سواء بخيل ولا كريم، على قولتهم كل راية. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا معكم في الحلقة الجاية. بس هما عينا منكم لا تغاب.